تعتبر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمثابة بوابة عبور لجميع الأطباء والكوادر العاملة في المجال الصحي لابد من اجتيازها في المملكة العربية السعودية، وتقوم بالإشراف على البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحية لممارسة المهن الصحية وتطويرها، حيث تحتوي الهيئة على مراكز اختبارات عملية ونظرية لقياس فعالية الأطباء والكوادر الصحية قبل مباشرتها لأعمالها على أرض الواقع. الهدف الأساس من إنشاء المركز هو تأكد من أن الطبيب لديه جميع المهارات السريرية والأكلينيكية المطلوبة ليمارس المهنة. يتميز مراكز الهيئة أول شيء طبعاً تعتبر من أكبر قاعات الامتحانات الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط، بحيث تحتوي على 160 مقعد امتحاني، يوجد بها 8 مراكز لكل 20 مقعد مركز منفصل. كما أن هذه القاعات تحتوي على كاميرات مراقبة لكل ما يقوم به الطالب في الاختبارات العملية، بالإضافة إلى الاختبارات الإلكترونية التي تكون في قاعات أخرى، وذلك لتحديد الكفاءات ورفعها لأعلى مستوى والتأكد من استيفاء خريجي منشآت التعليم الصحية المعتمدة للحد الأدنى من معايير مزاولة المهنة. بدر بن مشعل، الرياض.